وللحديث عن انتفاضة تشرين ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. سي شاهو مرحبا بكم. مرحبا حياكم الله. وسيكون معنا كذلك عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، أهلا بكم. أهلا بك. نبدأ مع الأستاذ شاهو القرداغي، يعني في محصلة هذا اليوم استشهاد 5 متظاهرين برصاص قوات الأمن والميليشيات، وذلك حصل على قرب جسر الأحرار. كيف تقيمون تعامل الاستمرار الوحشي من قبل القوات الحكومية للمتظاهرين واستخدامها العنف المفرط؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقا نرى أن وتيرة العنف تتصاعد بشكل كبير، يعني البيانات تؤكد هذا الأمر. شهر أكتوبر كان أسوأ شهر بالنسبة للصحفيين، أكثر من 90 حالة انتهاك واعتقال وتهديد للصحفيين. أيضا على أرض الواقع نرى أن يبدو أن نصف موازنة العراق في العام الماضي ذهبت إلى القنابل المسيلة للدموع، يعني أعداد كبيرة هائلة. وحتى اليوم نرى أن الوتيرة تتضاعف ووصل الأمر إلى اختطاف الناشطات الموجودات في ساحة التحرير، يعني الذين يشاركون فقط في إيصال الكلمة الحرة ومساعدة الناشطين. وبالتالي يؤكد هذا الأمر أن الحكومة لا تنوي أن تتبادر إلى حل المشاكل بشكل جذري والمبادرة إلى تهدئة الشارع، ولكن تتحدى الشارع عن طريق التصادم معه وعن طريق زيادة وتيرة العنف. ورأينا اليوم وأمس قتلى ضمن المتظاهرين رغم أنهم يرفعون أعلام عراقية وأيضا مطالبهم سلمية، ولكن الآلة القمعية للحكومة وأيضا للميليشيات التي لم تكشف هويتها إلى الآن تزداد في العنف والقوة، وهي محاولة أخيرة أعتقد للحكومة بأن تنهي التظاهرات بشكل سريع، وخاصة بعد أن هناك استجابات دولية. الصوت العراقي وصل إلى العالم ونجح في إيصال صوته وإيصال معاناته للعالم، وبالتالي الحكومة تعول على إنهاء سريع للمظاهرات بغض النظر عن التكاليف البشرية والضحايا التي تسقط في فيها. نعم. ننتقل، تبقى معنا أستاذ شاهو، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن الأستاذ كامل الحساني. أبدأ معك من شعار من الشعارات الكثيرة التي رفعها المتظاهرون في تحديدا أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، أغلقت بأمر الشعب. ما الرسالة التي يريد أن يوصلها المتظاهرون إلى الحكومة وكذلك إلى الحكومة الإيرانية من هذه الشعارات المماثلة ومن التظاهر أمام القنصلية؟ يا سيدتي، هذه كل اللي يجري بالعراق هي عملية إجرامية ضد القوى الشعبية. بدأت يعني بالقليل من 2006 وإلى يومنا هذا. هذه العملية الإجرامية تجري برعاية أو بتوجيه إيراني وبرعاية قضائية وضمانات قضائية بعدم المحاسبة. والسلطات الرسمية الآن مصرة، أنا أسميها عصيان إجرامي تقوم به السلطات الرسمية ضد الشعب الأعزل. وهذه صور الضحايا والقتل اليومي، هذه صورة بسيطة عما يجري يوميا حتى قبل ثورة تشرين في محافظات الوسط والجنوب والمحافظات الغربية. وهذه صورة من عندها ينقلها التلفاز والقنوات الفضائية، أما ما يجري في كل محافظات العراقية من السلطات تعمل بأمرة حشود إجرامية يومية، يسقط ضحايا يومية، هناك إذلاءات الناس والبسطاء واللي ما عندهم نفوذ وفاسد حساب، يعني حتى مع التدخلات الدولية والمناشدات الأممية. يعني شفتوا لكم طلع مسؤول أمني أمام التلفزيون أو محاكمة أو محاسبة علنية من 2006 إلى اليوم، ما كل اللي أخرجوهم هم ناس أبرياء مضغوط عليهم بالضرب والتعذيب ويخرجون يعترفون بالتلفزيون، لكن ما أخرجونا ولو شرطي واحد إنه مرتكب جريمة انتهاك ضد الناس، سواء حتى لو الانتهاك بسيط. كل اللي يجري الآن إنه الاستهداف المتظاهر هو صورة من صور
الحياة اليومية بالعراق. نعم. هذا هو تصور مفيد. سي شاهو، متظاهرو كربلاء بعد المجزرة التي حدثت في ساحة التربية في قلب مدينة كربلاء قالوا بأنه لا مكان بعد الآن لإيران وميليشياتها خاصة في محافظة كربلاء، كيف قرأت هذا الرفض الكربلائي للوجود الإيراني في محافظتهم؟ حقيقة في السنوات الماضية كان هناك تعويل على بعض العناصر لتخدير الشارع وإخضاعه والسيطرة عليه، منها نشر الميليشيات، العمل على الوازع الطائفي والمذهبي، وأيضا نشر المخدرات والكريستال والحبوب بشكل كبير في هذه المحافظات. وكان هناك قناعة لدى البعض بأن لا يمكن لهذه المجتمعات أو لهذه المحافظات أن تقوم ضد الحكومة أو ضد إيران أو ضد أي شخص آخر بسبب التخدير الموجود. ولكن ما يجري اليوم يؤكد أن الجيل الجديد أصبح واعيا ومدركا ويدرك خطر التدخلات الإيرانية في العراق. هذا الأمر لا يمكن إنكاره حتى من الحكومة الإيرانية التي أكدت مرارا بأن العراق أصبح جزء من الإمبراطورية الإيرانية، تفاخرت دائما بأن بغداد عاصمة هذه الإمبراطورية. نعم. الآن تريد أن تثبت العكس، ولكن المواطنون عندما يرون أن الدعم الإيراني هو الضامن لبقاء الأحزاب الموجودة في الشارع اليوم على الساحة السياسية، وضامن لبقاء الميليشيات الموجودة، لأن الميليشيات ترفع صور الخميني. نعم. لا ترفع صور أي شخص عراقي أو قيادي عراقي، ترفع صور الخميني وخامنئي، وهذا يؤكد ولاء هذه الميليشيات للخارج. وبالتالي المواطنون يريدون إنهاء هذا النفوذ لينتهي هذه السطوة الميليشياوية الموجودة على محافظاتهم، لأن ثروات المحافظات وأيضا أمن واستقرار المحافظات هي بيد هذه الميليشيات الموجودة، وهي تفتخر بالولاء إلى إيران، وبالتالي المواطنون يطالبون بإنهاء هذا النفوذ وإنهاء هذا التواجد وجلب حكومة جديدة قادرة على وضع حد للتدخلات الإيرانية والتعامل معها كدولة مثلها مثل العراق، وعدم السماح بإخضاع العراق للنفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية التي أثارت يعني آثارها انعكست بشكل سلبي على المواطنين، على المحافظات، على واقع الخدمي، وأصبحت تستنزف العراق بدل أن تعتمد العلاقات على مصالح مشتركة بين الطرفين. نعود إليك أستاذ كامل، كيف تقرأ ترحيب الأمريكي بالحراك الشعبي في العراق ولبنان وربطه بأنه أو توصيفه بأنه تفوق على العقوبات الأمريكية على إيران؟ أستاذ كامل، هل ما تزال معنا؟ نعم أسمعك. نعم، هل سمعت السؤال؟ نعم سمعته. نعم تفضل. الترحيب الأمريكي ما زال خجول ودبلوماسي، يعني لم يصب في قلب القضية. قضية بالعراق أنه أكو سكوت دولي وأمريكي على عملية جرامية ضد الشعب العراقي، وهذا السكوت شجع أبناء إيران بأن يمارس كل الانتهاكات على حاسب ولا رقيب، والراعي والضامن وجود الإيران ومقاومته من الشباب والمتظاهرين، فشيء حسن للإدارة الأمريكية أو كل من يعادي إيران، ولكن تدخلهم في الإيجاب ما موجود لحد الآن في حدود هذه البيانات الدبلوماسية. هذا اللي أقرأ، يعني نتمنى أن يكون هناك تدخل واضح وواضح ويحدد الأسماء والحوادث، وتدخلون وعدوا ممرات التدخل، وبعكسها يعني هذا الحراك سيضيع، لأن قوة إيران بالداخل العراقي أكبر من السلطات الرسمية. يعني مقاومة الشباب وتضحياتهم لا أظنها كافية وافية لدحر وجود الإيراني داخل العراق. طيب سي شاهو، تعتقد أن انتفاضة تشرين بشبابها الواعي وبشاباتها الواعيات قد أطلقت رصاصة الرحمة على الطائفية التي أتت بعد الاحتلال عن طريق الأحزاب الدينية والسياسية في العراق؟ بلا شك، وهذا يفسر التعامل القمعي مع المتظاهرين، لأنه لأول مرة تم كسر هذا الحاجز،
لأن الحكومة والأحزاب السياسية الموجودة كانت تعول على هذا العنصر لإدخال الفتنة بين الشارع العراقي ولتمزيقه وإضعافه. طيب. هذه المرة انتهى هذه الورقة، لا يمكنها استخدام هذه الورقة، لا يمكنها استخدام ورقة أن هؤلاء داعش أو هؤلاء إرهابيون أو تحدث فتنة داخلية بين المتظاهرين، لأن هذه الورقة انتهت، وبالتالي أصبح هناك وعي بأن حتى لو كنت من المذهب نفس مذهب الحكومة نفس مذهب الأحزاب أحزاب السلطة، إذا خرجت وطالبت بحقوقك وطالبت بالحريات سوف تقمع بشكل أكبر، لأنهم يرون أن خروج الحاضنة الشعبية الذي هم صنعوا حاضنة الشعبية خروجه عن السيطرة يؤدي إلى خسارة الحكم، وبالتالي يتعاملون بشكل أقسى، وهذا ما يؤكد فتح صفحة جديدة، فتح صفحة من قبل هذا الجيل، الجيل الذي يرفض الطائفية ولم يقبل يعني كان هناك محاولات منذ 2003 لتربية جيل طائفي، جيل يحمل نفس أفكار الطبقة السياسية، ولكن الآن هذه المظاهرات أكدت أن هذه الأفكار لم تنجح في الدخول إلى عقول وأفكار العراقيين، بل إنهم يرفضون هذا النوع من التفكير ويريدون إنشاء إطار أوسع يقبل الجميع ويحتوي الجميع. بالمقابل نعود لضيفنا أستاذ كامل، كان هنالك تصريحات لخامنئي وصف فيها ما يجري في العراق ولبنان بأنه مؤامرة إمبريالية صهيونية، كيف يقرأ هذا الخطاب؟ والله هذا الخطاب سمعناه يعني من الستينات للسبعينات القرن الماضي، ويكررون في كل مرة يعني القوى الشعبية تحتج على أوضاع مأساوية في أوطانها سواء في إيران أو في العراق أو في الشرق الأوسط، ما عندهم غير شماعة الإمبريالية والإسرائيلية والصهيونية. الحقيقة أن مشكلتنا بالعراق هي مشكلة داخلية أكثر منها حتى إيرانية، لو كان عندنا رجال دولة، لو كانوا مخلصين، لو كانوا وطنيين، لو كانوا حاملي الجنسية العراقية فقط وليس حاملي الجنسية المزدوجة مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والبقية الباقية وأولادهم وعوائلهم بالعراق لحلوا مشاكلنا، لكنه طالما ما يهمهم فقط مصالحهم وعوائلهم خارج العراق، منهم إذا احترقت العراق أو تعطل مصالح العراق أو استهدف العراقيين أو ذبح العراقيين، ما يعنيهم بشيء لأنه هم موجودين فقط للحلب أكثر من هذا. نعم. يعني ماكو شيء يسوي العراق، ولهذا شوفهم حائرين الآن ماذا يفعلون وكيف يتصرفون، والحقيقة هم مأزق والشعب العراقي في مأزق. سيشاهو، السلطة في بغداد وفي بقية المحافظات من الواضح أنها ربما تراهن على عامل الوقت من أجل إنهاك الحراك الشعبي في التخلص من الطوفان الذي يهددها، هل ترى أن هذا التكتيك سينجح نوعا ما؟ بالنظر إلى التصريحات الرسمية التي تتعهد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين ومقارنتها بالتعامل القمعي على أرض الواقع، نرى أن الحكومة فعلا تحاول أن تستخدم الوعود لتغدير الشارع، ولكنها أيضا تستخدم العنف لإنهاء الاحتجاجات. نعم. وتعول على شيطنة المتظاهرين، نرى أن هناك خطابات تخرج من قيادات ميليشياوية وليس من وزارة الداخلية المفترض أن تطلق هذه التصريحات بشيطنة التظاهرات وأنها جزء من مؤامرة دولية. هذه التصريحات كلها هدفها تبرير القمع بحجة أنها تشكل خطر على الدولة، مع العلم أن هذه الحركة الاحتجاجية لا تشكل خطر على الدولة بل تشكل خطر على الفاسدين والسارقين، وهذا مطلب جماهيري يريدون التخلص من هذه الوجوه. ومن المهم أن تتبلور مطالب واضحة وقيادة تستطيع أن تتفاوض مع أو تقود الحراك وأيضا تحمل المطالب الواضحة ولا تساوم على مطالب الجماهير. نعم. هذا الأمر مهم جدا لاستمرار الحراك وعدم السماح للسلطة بمحاولة إدخال الفتنة فيه أو محاولة تمزيقه أو محاولة السيطرة عليه وإخضاعه عن طريق بعض الأطراف السياسية الموجودة، وبالتالي على المتظاهرين أيضا أن يشكلوا قيادة تستطيع أن تتحمل المسؤولية وترفض العروض المساومة من قبل رجال السلطة وتكون على قدر المسؤولية وتحمل هذه المطالب وتحاول تحقيقها
في أقرب وقت. الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول كذلك لضيفنا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني.